جاهزة. ريسينج. أيها السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، الشوط الثاني للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي المبتدئة والفازة بسباق على مسافة الميل، مسافة 1600 متر. هنا ينطلق الشوط الثاني في الريان بارك على الأراضي العشبية. انطلاقة موفقة مع الجواد اللي هو رقم 3 ستريت وي لعلي بن سعيد النعيمي وإيفان روسي على الصدارة وعلى المركز الأول، مع الجواد ستريت وي ثانيا يتبعها الجواد اللي هو رقم 12 شدرة لابناء سالم فدغم الهاجري، أيضا تقدم للجواد اللي هو رقم 2 جواد اللي هو رويالتي لصبحية عوض إبراهيم، مؤنس السياب إبراهيم خالد الأحمد في التدريب على المركز الثاني. محاولة أيضا من قبل الجواد اللي هو رقم 9 عوايد لعلي عبد العزيز البوعنين مع زهير محسن ماركو كازامنتو على المركز الثاني، يتبعها أيضا الجواد اللي هو رقم 8 مترابط لمربط الغارية مع أنس السيابي على رابع المراكز. خامسا يتبع الجواد اللي هو رقم 4 الجليلة لمزرعة الوسمية والبرتو سنة على المركز الخامس. سادسا محاولة وذنان ريسينج مع الجواد اللي هو رقم 7 مسعود لوذنان ريسينج سفيان سعدي مع المدرب الباند ميول للخط المستقيم باتجاه خط النهاية. صدر والمركز الأول مع الجواد اللي هو رقم 2 الجواد الرويالتي لصبحية عوض إبراهيم. الآن مع إبراهيم خالد الأحمد مانس السيابي يتقدم بكل قوة، والمحاولة من الخارج مع زهير محسن مع الجواد اللي هو رقم 9 عوايد لعلي عبد العزيز البوعنين، يتقدم بكل قوة الجواد اللي هو رقم 9 عوايد، لكن صدر والمركز الأول مع الجواد اللي هو رويالتي. رويالتي أيضا محاولة الجواد ستريت وي، لكن صدر والمركز الأول مع الرويالتي. فعلا الجواد اللي هو رقم 2 رويالتي لصبحية عوض إبراهيم. Official result for race number 2. In first place, horse number 2, Royalty, owned by Misabia Awad Ibrahim, ridden by Moanis Al-Sayabi. In second place, horse number 3, Straightway, owned by Mr. Ali bin Said Al-Naimi, ridden by Ivan Rossi. In third place, horse number 4, Al-Jalila, owned by the Wasmia Farm, ridden by Alberto Sana. In fourth place, horse number 9, Awaid, owned by Mr. Ali Abdulaziz Al-Buenin, ridden by Marco Casamento. And in fifth place, horse number 1, Charlie Buthaila, owned by Mr. Ahmed Hassan Al-Jahani, ridden by Stefan Mazur.